تحديات الأسبوع الثالث لسيزون 5 صاروا جاهزين معنا، وإن شاء الله رح أشرح لك إياهم بهذا المقطع بشكل كامل ومختصر. والجيف أوي لثلاث أشخاص على باتل باس كمان صار جاهز، ورح أقول لكم مين الأشخاص الفائزين بالباتل باس بنهاية هذا المقطع. فلا تنسوا تشترك وتفعل زر الجرس وتحط لايك، تكتب كومنت حلو برأيك، إنه رأيك بيهمني جدا، واللايك طبعا بيهمني ليوصل لكل مكان. وكود دعم بالآتم شوب نيموتس على زر أمامكم يا ريت تدعموني، بتشكركم على الدعم. ويلا مع بعض، فلا والله بسكان الطابة الأرضية وفيديو جديد. تحديات الاسبوع الثالث مثل كل تحديات الاسبوعيه المتعودين عليها، ولكن فيها شيء جديد انه هدول التحديات ما حتعطيك غير كل تحدي 20000 اكس بي بس، مو اكثر من هيك. ومثل ما بتعرفوا انتم في تحديات ليجندري بينزل تحدي واحد ليجندري كل اسبوع، وفي تحديات الابك اللي هي التحديات الاسبوعيه اللي انا شرحتها بتحديات الاسبوع الثاني. فلو مو فهمانين شو معنات هذا الكلام، فوتوا على تحديات الاسبوع الثاني وبتعرفوا شو معنات تحديات الابك الاسبوعيه والتحديات الليجندري. بالنسبه للتحديات كلياتها يا شباب مثل مظهر امامكم بالعربي بالانجليزي، هي هي كلياتها من داخل ملفات اللعبة. وطبعا هنا نزلوا على اللعبة، ولكن انا اختصارا لحلك اياهم من داخل ملفات اللعبة، لانه ما بيظهروا لك كلاتهم كاملين مثل الاول، لازم تخلصهم بالترتيب تحديات الابك، بعد منها بيفتحوا لك بالترتيب التحديات. هذا بالنسبة للتحديات الاسبوعية. بالنسبة للتحدي الليجندري بيطلب منك انك تقتل اشخاص بالسيارة، كله هذا التحدي انه بيطلب منك تقتل اشخاص بالسيارة. هو 5 ستيجات، كل ستيج بيعطيك اكس بي معين مثل مظهر امامكم، واخر ستيج بيعطيك 55000 اكس بي. فهو التحدي بشكل عام الليجندري بيطلب منك تقتل اشخاص بالسيارة، ممكن تدعسهم وممكن تقتلهم بالاسورت لو انت طالع من الشباك وتقوز عليهم، وممكن كمان تعمل التحدي بالقارب مو شرط بس بالسيارة، يعني المهم بالمراكب بشكل عام. بالنسبة للتحديات الابك او التحديات الاسبوعية، بالنسبة للتحديات مثل مظهر امامكم هدول التحديات كلياتهم 7 تحديات، رح اشرح لكم اياهم بالترتيب. اول تحدي بيطلب منك انك انت تدمج بالاسولت رايفل او الاس ام جي، كل الضرر اللي بيطلبه منك هو 500، يا اما تعمل دمج او ضرر بالاسولت او بتعمل ضرر بالاس ام جي اللي ظاهرين امامك، وبتاخذ من وراهم 20000 اكس بي. هذا التحدي بيطلب منك 500 دمج، يعني انك انت مجرد ما بتلعب بيخلص معك هذا التحدي. والتحدي الثاني بيطلب منك الهيد شوت اللي هو بالراس، انك انت تعمل دمج او ضرر على الهيد شوت على الراس للاعبين يا بالبستول يا بالسنايبر، بيعطيك 200 دمج بهدول السلاحين، وهيك انت بتخلص هذا التحدي. والتحدي الثالث بيطلب منك تكسر 3 قواعد التوايلت اللي هي المراحيض، عزكم بالله كل عليك انك انت تروح تكسر 3 قواعد مثل مظهر امامك، هذا هو شكله وبتلاقوها بكل البيوت، ما بدها تقريبا مقطع توضيحي يعني على ما اعتقد. الموضوع بسيط جدا، تدخل اي بيت بتلاقي مثلا بريتال، بلاقي بسيلتي، اي مكان في بيت بتدخل بتكسر قاعده التوايلت تبعه، وخلص هيك انت وضعك تمام، بتكسر 3 وبيخلص معك هذا التحدي. والتحدي الرابع بيطلب منك انك انت تفتح 7 شستات ب3 مناطق، منطقه كريجي ومنطقه هولي ومنطقه ريتال. بيطلب منك يا هاي المنطقه يا هاي المنطقه. اول شيء بيطلب منك منطقه كريجي بشكل اساسي، يعني لازم تروح تفتح فيها شستات لمنطقه كريجي، وبعد منها بيقول لك هولي او ريتال رو يلي انت بخيرك بين هي وبين هي. فاول موضوع كلياته بتقدر تفتح ب3 اماكن هدول، ركز عليك انك انت بتنزل عليهم وبتفتح 7 شستات وخلاص وضعك هيك. وبالنسبه للتحدي الخامس، التحدي الخامس بيطلب منك تقتل اشخاص باسلحه الرير واعلى من اسلحه الرير، يعني كل اللي مطلوب منك تقتل 3 اشخاص باسلحه زرقاء او اعلى من الزرقاء، عندك الزرقاء والبنفسجي والليجندري، كل عليك انك انت تقتل 3 اشخاص بهدول 3 انواع الاسلحه وبتخلص هذا التحدي. والتحدي ما قبل الاخير بيطلب منك انك انت تقتل شخص باستخدام المركب او استخدام السياره. هذا التحدي يا شباب بنعمل بطريقتين، الطريقه الاولى انك انت تركب مركب وتروح تحول على المكان الثاني وتقوس بالاسولت وتقتل شخص، وبتقدر تساوي بالسيارة انك انت تدوس شخص بسيارة وتقتله، وممكن تعمله كمان بطريقة ثالثة انك انت تكون راكب سيارة وتطلع من الشباك وتضرب بالاسولت. الك 3 طرق لازم تقتل شخص انت وراكب المراكب الثلاثة او المركبتين اللي هن السيارات والقارب، وهيك انت بتخلص هذا التحدي. والتحدي الاخير بيطلب منك تفتح 7 امو بوكس اللي هن صناديق الذخيرة بمنطقتين، منطقة سيلتي او منطقة القلعة او منطقة الحصن اللي بيقولوا عليها كلوسال بالانجليزي، هاي المنطقة وهي المنطقة، كل عليك انك انت تروح تفتح فيها 7 صناديق امو بوكس وهيك انت بتخلص هذا التحدي. هيك بالنسبة لتحديات الاسبوعية كاملة، ومثل ما قلت لكم تحديات الابك اللي هن الاسبوعية والتحدي الليجندري اللي بيجي كل اسبوع بيتغير، هذا هو بالنسبة للتحديات كلياته. وخلينا هلا مع بعض ننتقل للجيف اوي، الجيف اوي اللي انا عامله بتحديات الاسبوع الثاني، حكيت لكم انه لازم تشتركوا بالقناة وتحطوا لايك وتكتبوا كومنت، والكومنت هو اللي رح يطلع من الفائزين، فعلا انا هذا الموضوع بعمله كل مرة. والجيف اوي بيكون عبارة عن اني بدخل على موقع بحط فيه رابط الفيديو، وهذا الموقع لحاله بفلتر لي التعليقات وبيختار تعليق عشوائي من التعليقات، انا ما بختار ابدا هذا الموقع، والموقع كمان معروف يعني بشكل عام على جوجل، دوروا عليه بتلاقوه.
بالنسبة للأشخاص الفائزين اختصارا للوقت، ولحتى حط لكم الروابط وهالقصص هاي، هدول هن 3 أشخاص اللي ربحوا معنا. أول شخص باسم البيت فري، وتاني شخص باسم الكيفر هورا، والثالث شخص باسم أحمد فورتنايت. هدول هن 3 أشخاص اللي ربحوا معنا بالنسبة للجيفاوي. وبالنسبة للتعليقات، تعليق بالنسبة لبيت فري بتعليق ملك السحبات: اسحب وربحني. خامس مشاركة: ادعوا لي يا اخوان، بالتوفيق لك. وهي انت ربحت يا اخي، يمكن حدا داعي لك يمكن. وبالنسبة لكيفر هورا: يا رب افوز كل مرة اشارك وما اربح من الموسم الثاني معاك وما فزت، تكفى تكفى اريد بطل بس، عم يغني تكفى تكفى. الف مبروك عليك يا صاحبي. وبالنسبة للتعليق الثالث والاخير باسم احمد: 105 لايك وتستاهل اكتر، يا رب افوز واسمي احمد الدس معه. طيب طول ما الدس معي انت وبالسيرفر معي، فوت على السيرفر وتواصل معي. وبالنسبة يا شباب للاشخاص اللي بتتواصل معي، بتمنى انه تصوروا لي صفحة اليوتيوب من الداخل او الجيميل تبعكم، يعني مشان اتأكد انه انتو وبس مو اكتر من هيك، لانه بعض الرسائل عم تجيني انه عم يقولوا لي انا مثلا احمد فزت بالجيفاوي، بعد منها بيجيني واحد تاني بيقول لي انا احمد فزت بالجيفاوي، بيجيني واحد تالت بيقول لي انا احمد بالجيفاوي. فهي الفكرة يا شباب، كلكم على عيني وراسي، ولكن الموضوع بشكل كامل انك انت بتمنى تواصلني او تبعت سكرين شوت من داخل الايميل تبعك لحتى اعرف انك انت احمد، لاعطيك الجائزة مشان ما يصير لخبطة مثل كل مرة. الف مبروك لكم يا شباب، الجيفاوي على بتل باس، وتواصلوا معي مثل كلكم دس او انستغرام، وبرعاية الله.